السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مطبخ توتي. النهاردة مش هنطبخ، لكن هاخدكم في جولة بسيطة كده صغيرة قوي في محل هو بيبيع منتجات كتير، بس عنده ركنة كده أشغال يدوية، فعامل آيات قرآنية جميلة قوي. طبعا كلام ربنا أحسن من أي حاجة، بس شوفوا الشكل، التفاحة والآية القرآنية مكتوبة بمهارة وبدقة كويسة جدا ومظبوطة قوي، عجبتني بصراحة. في التفاحة دي في منها البني وفي منها الأسود، وفي التعليقات دي اللي مكتوب عليها المعوذات، شايفين من قريب حلو قوي ازاي. طبعا الأشغال اليدوية دي حاجة طبعا بيبقى ليها قيمتها، حتى لو كان سعرها مرتفع شوية بس بتبقى حاجة قيمة. فانا عشان الحاجات عجبتني قوي اللي انا شفتها صورتها، شايفين الاتقان ازاي. طبعا دلوقتي فيه بتبقى معدات كهربا طبعا بتساعد في الاشغال اليدوية، بس طبعا يعني الحرفة في الصنعة، الحاجات الاجهزة الكهربائية دي اللي بتساعد. انا دايما بشوف ان الاشغال اليدوية دي فن، اي حد بيعمل اي حاجة يدوية هو فنان، مجرد انه يفكر ان يعمل حاجة تلفت النظر او جديدة، فدي حاجة بتعجبني بصراحة. دي المعوزات، وكان في حاجات كتير طبعا، بس هو ده اللي انا صورته. هسيبكم بقى مع بعض صور من وصفات انا عملتها في القناة، ان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبتكم اي وصفة من الوصفات اللي في الصور ديت، ارجعوا بقى للقناة وشوفوا الفيديو، هتلاقوا الوصفة بالتفصيل مختصرة مش مطولة، قايلة كل النقط المفيدة والنقط اللي تساعدك ان انت تعمليها ناجحة وحلوة. زوروني في قناتي، هتلاقوا وصفات كتير تعجبكم ان شاء الله. ده فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، واللي يعجبه قناتي من فضلكم اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل ليصلكم كل اشعار جديد من القناة. ألقاكم في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتمنى لكم مشاهدة ممتعة.